مرحبا بكم جميعا، وشاكر استضافتكم لي لهذه الليلة، ونرجو أن لا ننال إعجابكم ورضاكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايتي، أنا خريج معهد معلمين بيش، درست به عام 1403 وتخرجت عام 1406، وكان أول تعييني في مدينة جدة، ثم عدت من جدة إلى فيفاء ولم أستمر طويلا، حيث انتقلت إلى مدرسة لا زالت ذكراها عالقة إلى الآن، وهي مدرسة المحاصية، ومديرها الأستاذ الغالي على النفس حسن محاصي، حيث عشت سنة من أجمل سنوات حياتي، ففيها نخبة من أطيب من مر علي في حياتي، وعلى رأسهم الأستاذ حسن، ولا زالت ذاكرتي لم تمحى منها تلك الأيام. ثم انتقلت بعدها إلى جدة، وبعدها انتقلت إلى مدرسة رملان مدرسا ثم مديرا، ثم عدت إلى جدة، ثم رجعت وإلى مقزع، وختاما في المطعن، وقدمت تقاعدا مبكرا على 24 سنة، وتم تقاعدي. شكرا على هذا السؤال الجميل. فطبعا التعليم في الماضي كان له طابع وطعم، لا يشابهها ما نحن فيه الآن، سواء في المدرسة، سواء في الطلاب، سواء البيئة، سواء الطيبة في الناس. يعني رغم بساطة الوسائل التعليمية، إلا أننا كنا في زمن، فعلا زمن جميل، حيث كنا نقوم بالمهرجانات في الإجازات والمسرحيات، عروض المسرحية. شاركت في عدة عروض مسرحية حضرها مدير التعليم الأستاذ كرامة، وكنت ما زلت طالبا، وكذلك العطاس. وشاركنا في معارض رياضية، كانت تقام معارض سنوية، معرض فني ورياضي وتمثيلي مسرحي. فالحقيقة كانت إبداعات بأشياء بسيطة، ولكن وصلنا إلى ما لم نصل إليه الآن بالوسائل الحديثة، لأن الطالب لم يكن مشغول بوسائل التقنية الحديثة، الجوالات والتلفزيونات. كنا طبعا نعود مساء النوم مباشرة تقريبا بعد العشاء، يعني أكثر الناس، وتظهر يظهر النبوغ، ويظهر الطلاب المتميزون. وأذكر يعني من ضمنها أن كان عندنا في منذ كنت طالبا، كان عندنا مدرس مصري يضع في سقف العريش عصا للصداع، وعصا للحمى، وعصا للمغص. من قال يعني عندي مغص أخرج العصا، أقول على المغص، ومن قال لديه صداع أخرج عصا صداع. فالكل لا يذكر المرض ولا يقول مريض حتى لو كان مريض. فالحقيقة لو تكلمنا في موضوع، سواء كنا طلاب أو كنا معلمين، فالحديث يطول بلا شك. من ضمن يعني الأشياء الجميلة كانت احترام الطلاب، كانت للطالب المعلم له احترامه، حتى فراش المدرسة كنا نهابه ونخافه ونختبئ من أنظاره. بل إني أذكر محمد إسماعيل جندلي
كان فراش المدرسة أيام مدير المدرسة الشيخ جبريل رحمه الله، فكان يحضر إلينا إلى البيت، من يتغيب يحضر إلينا إلى البيت لو تحت الكراسي يخرجنا. فكانت بساطة وكان جمال وكان احترام، وكان مهما تحدثنا لن نصل إلى ما إلى جمال ذلك الزمان. والله تنقلاتي هي بطبيعة أحب التغيير، وعندما تنتقل من منطقة إلى منطقة أو مدرسة إلى مدرسة، ف تجمع أو يلتف حولك العديد من المعارف والأصدقاء يستمر طيلة العمر. فلدي مثلا في الدرب في رملان معارف إلى الآن، ولدي في جدة، ولدي في الريث، ولدي في فيفا، والمحاصية على رأسهم الأستاذ حسن محاصي والأستاذ عبد الله الحاذق والأستاذ أحمد حسن أباح وجميع وإبراهيم صنبع، جميع الأخوة لازلت معهم ذكريات ومواقف، حتى أنهم يعني من تذكروني في مرضي لما مرضت الآن في بكورونا وتوفت والدتي، كان على قائمة المهتمين والمتواصلين معي الأستاذ حسن محاصي الأخ والوالد والمربي الفاضل، حيث واساني كبير المواساة، يعني كان لها كبير الأثر. والأستاذ قربع من الريث والأستاذ عبد الله الحاذق، يعني الأستاذ مشعوي من الريث، هؤلاء تذكروني أكثر ما تذكرني من هم أقرب الأقربون يعني، فكان لهم الأثر الكبير في النفس، وأثمرت تنقلاتي بهذا بحصولي على هؤلاء النخبة الطيبة، قلوب صافية ونقية حفظهم الله أينما كانوا. سؤال جميل وجيد من أستاذ يحيى. طبعا في القرى هناك البساطة وهناك طاعة المعلم بلا شك، ولكل جانب مضيء وجانب سلبي. فأذكر موقفا أنني تعينت أو انتقلت إلى مدرسة في شمال جدة، مجمع الأمير سلطان، فكان المجمع طبعا الطالب يأتي في روز رويس، أقلهم في بنز. فبالنسبة لمعلوماتهم كانت وافرة، كان حافظ جزء عما، كان حافظ الحروف، لكن ينقص التعامل والأدب طبعا والاحترام للمعلم. فكان الطالب يقف فوق الماصة، وإذا ذكرت له أن يجلس أو رفعت صوتك عليه يعلم مباشرة أن أبي أخبرني أن أشتكي للمدير مباشرة إذا المعلم صاحب وجهه أو ما إلى ذلك. وأذكر موقفا أن طالب البسام، ابن البسام معروف شماغ البسام، حضر يعني أحضر كرتونا فصار يضرب به زميله الذي أمامه، فأخذت الكرتون ومزقته ورميته في الزبالة. ففي اليوم التالي حضر والد الطالب وقال لي أن ابنه أسامة زعلان، وقلت له لماذا يعني ليش زعلان؟ فقال يقول أنك مزقت عليه كرتون، قلت له يضرب زميله بالكرتون، ولكن لا بأس، غدا إن شاء الله أذهب إلى أي مستودع وأحضر مجموعة كراتين وأعطيها. ف يعني فيها صعوبة من ناحية إنك كيف تضبط الطالب في الصف، لكن في القرى طبعا الطالب مشدود بالمعلم، مشدود وخاصة حتى بغض النظر عن القرى، حتى في المدن نفسها. انتقلت بعدها، رفضت الاستمرار في تلك المدرسة لأني بطبيعتي لا أحب أصحاب المظاهر العالية
فانتقلت إلى مدرسة الملك فيصل في الفيصلية. طبعا الطلاب بساطة وكانوا طاعة عمياء، والإدارة كانت على مستوى من التعامل، والمعلمين تشعر معهم أنك في أسرتك ولست في مكان آخر. فصراحة الفرق لكل مجاله. يعني بالنسبة للقرى تجد أن عقولهم صافية، ما يحتاج حتى أنك تكثر عليهم في الواجبات. أما في المدن فالطالب طبعا يعود للبيت ومهتمين أهله بالواجب، ويحضر ثاني يوم على طول إذا ما حل الواجب يعتذر، أبوه يحضر معه يعتذر، ولدي كان عنده كذا، كم مسخن أو لم نتمكن من المتابعة. حقيقة كان جهد جبار. أولا أشكر أخي وأخي الأكبر الأستاذ حسن محاصي، والذي والله العظيم لا أنسى تلك أو العام الذي درست فيه في المحاصية، سواء هو أو كل المعلمين في تلك المدرسة، كان لها أكبر الأثر في حياتي التي تليها. تأثرت فعلا بأسلوبهم الراقي، بالطيبة، بالتعامل، مما جعلني أسير على منوالهم وعلى ثقافتهم وعلى أدبهم الجم، حيث لا تقابل أحدا منهم إلا والابتسامة مرسومة على محية، وكأنك يعني في اليوم الثاني وكأنك غادرته منذ عام، لم يكن بينك وبينه يوم واحد. ف مهما تحدثت ومهما قلت عن طيبة مدرسي ومدير مدرسة المحاصية، لن أفيهم حقهم أبدا. طيبة جعلها الله في ميزان حسناتهم، صراحة أثرت في حياتي كلها. وأما سؤال الأستاذ حسن عن كتاباتي عن المرأة، فلأنه كنت مستمعا نهما لأم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش، وما ينزل شريط إلا سمعته، وكنت أقول الكلمات قبل أن ينطقها في الشريط. وكذلك كنت أول كتاب كنت متأثر به كان العبرات والنظرات للنفلوطي، فكنت أحبه والقصص التي فيه، وتأثرت رومانسيا بتلك القصص، مجنون ليلى، وكان لها أثر في حياتي. أما الكتاب الأكثر أثر في حياتي فهو الدكتور إبراهيم ناجي، فكانت كتاباته طبعا كلها بهذا النمط. هو الوحيد الذي قرأت له ديوانه الطائر الجريح، ديوان رائع، وكلماته كانت تصور وتجسد الحدث. كلمات الدكتور إبراهيم ناجي صاحب قصيدة الأضلال، كلماته تشعرك أنك تنتقل إلى الحدث مباشرة، ما تحتاج شرح. كلماته كانت توصل من ضمن ما الأبيات العالقة في ذهني، بيتين يقول: يا غراما كان مني في دمي، قدرا كالموت أو في طعمه، ما قضينا ساعة في عرسه، وقضينا العمر في مأتمه. فالحب والجنون والشعر هو ساعة في العرس والعمر في مأتمه. فعلا مهما قضيت من ساعات فأنت تراها ساعة واحدة، وباقي العمر تراه تحصر وأشواق. طبعا الآن نكتب ليس لتأثير حالي وعشق وغرام، لكن هي ترسبات تكون من قراءات أو تكون من مواقف. فمثلا هذه قصيدة كتبتها تقول: غرامك لم يكن إلا حديثا دار في ورقي،
تلاشى بالجفا وبدا كعطر زائف العبق. فليس لدي من ذكرى بها أبقيك متكئا بقلب لم ينل إلا عطايا الوهم في الأرق. فكيف أقول كنت هنا وقلبي مل وحدته، وليل كاد يسلبني يقيني في رؤى الغسق. حرمت النوم منتظرا لوهم طال موعده، وزاد الهم من أرقي، فأمسي والأسى زادي وأصبح زائد القلق. غريبا عشت في سفر تزيد دقائقي بطئا، تكاد تكون واقفة كمفقود تحير في مفارق الطرق. وعمري زاد سرعته كطيف مر منطلقا بين مغيب النور والشفق. ويعني أنا أجدني متحدثا، والمعذر عن هذا الكلام، لكن أجدني أتحدث عن شعور المرأة. أكثر قصائدي أتكلم بلسان المرأة، فمثلا هذه قصيدة تقول: احملني فوق الغيم بعيدا عن أحزاني، يا رجلا لملم إحساسي في الحب وأحياني، واستقطر كأسا من عطر الورد رحيقا فسقاني. دثرني فيك فأشواقي ثائرة، من غيرك أيقظها بل من لون أزماني، من أشعل في أنفاسي دفئا، من ألبسني ثوبا من رفق وحناني. أخرجني من عالم صمتي صارخة، فالعمر ثواني، قم نحيا في الحب ثواني. كم طالت قبلك أوقاتي يائسة، والحزن يعربد في الأعماق بوجداني. أستلقي خائرة في كل مساء، لا أعرف أمسي من يومي، لا أعرف عنواني. حتى أحببتك فابتسمت للحب عيوني، والورد تفتح في خدي زاهي الألوان. وازدان ربيعي بالحب نضارا، وعزفت على أوتار الفرحة أجمل ألحاني. أشعلت شموعي راقصة وازددت بهاء، ماذا أحتاج من الدنيا؟ ماذا أحتاج من الدنيا؟ أهواك وتهواني. وهذه قصيدة: ارحلي ارقصي فوق جراحي، لم يكن هجرك سهلا، والبسي ثوب غرور وازرعي في القرط فلا، واكتمي سر غرامي، لم نعد للحب أهلا. وارحلي أيان شئت، لم أعد أحتاج وصلا، بعدما قد ضاع صبري وانطوى عمري وولى، ها أنا قد عدت لرشدي، ليتني قد عدت قبلا. موصدا أبواب قلبي طاويا للحب فصلا، كم شكا قلبي فراقا، كم شكا قهرا وذلا. حبنا غيم تلاشى، واستحال الوجد وهما، ليس إلا وخبا في القلب شوق كشهاب غاص في الآفاق ليلا. ذكرت آنفا أن من أولى قصائدي هي: يا أنت هواك تملكني، وسرى كالمس بأعماقي، من أنت الفجر أم الأضواء بأحداقي، أم أنت البسمة رسمت بخيوط النور بآفاقي، أم أنت البحر هدوءا صخبا في قرب وفراقي. كانت هذه بداياتي في المتوسطة والصف الأول معهد، ومن ضمنها أيضا قصيدة أخرى لا أحفظها كاملة: دمي يا هند في خديك قد بان، يعطيك حسنا ويعطي القلب أحزانا، والثغر إن لمحت عيني تعجبه من حالتي، زادني شجنا وأشجانا. يعني كانت بدايات، ولا زلت حتى الآن مبتدئا، أعتبر نفسي مبتدئا، ولا أعتبر نفسي كبيرا في مجال الشعر، وأكتب ما يخطر على مخيلتي، أسرده يستمتع به غيري ويتذوقه من يتذوقه، وأرجو أن أنال الإعجاب، ولا أطمح في أن أكون أكثر من ذلك. مرحبا بك أستاذ علي هزازي، وأنا
كما ذكرت أكتب على الفطرة ما يعن لي، ما يعن لي وما يخطر على بالي أكتبه، ولا ما العامي ما حاولت فيه، يعني حتى لو كتبته لا أظهره. فكتاباتي هي كما تراها، ما يعن على مخيلتي يكتبه أو يسرده قلمي ويراعي، لا أحاول أن أدخل في تفاصيل أكثر. والله يا أستاذ إبراهيم، أنا ما كنت متابع يعني الساحة الشعبية أو حتى الفنية ولا الشعراء، كنت في حالي أكتب وأرمي أوراقي، أجمعها أحيانا، أمزقها أحيانا، أدونها في جوال. وما بدأت بالاشتراك مع الناس إلا منذ أن أشركني الأستاذ حسن محاصر أستاذ يحيى الأمير في هذا المنتدى الرائع الذي له أثر كبير في تشجيعي، وأن أخرج إنتاجي وأن أكتب وأن أحاول أني أجمع. فللأسف يعني سؤالك إجابته ليست لدي. والله محاولاتهم يعني يظهر أثرها، من له محاولات يظهر أثره لا شك، لن يخفي الزمن، ولن يخفي الزمن هذا اللي احنا فيه، جوالات ونت، ولن تخفي من يقوم بعمل جيد. والمشكلة عندنا في كيف ننمي المهارات. كل إنسان فيه مهارة، كل إنسان شاعر، كل إنسان في هذا الكون شاعر، إما شاعر برسمه بريشته كالأستاذ حفظه الله قالب الدلح أستاذي ووالدي، وإما كاتب، وإما شعر، فكل أو بالصوت منشد كجبران مكحل والأستاذ محمد عواجد الصوت الرخيم العذب، كل شاعر بنفسه. ولو كان لدينا مثل الأستاذ يحيى الأمير مجموعة حتى لو 5 في المنطقة، صدقني لتصبح المنطقة هي الأولى في كل المنافسات وفي كل المجالات. لو كان مثل الأستاذ يحيى 5 بس فقط في المنطقة، لأصبحت منطقة جازان أغنى المناطق شعرا وتراثا وصوتا. لأنه إذا حضرت إذا ذهبت إلى جدة تجد أن الناس هناك يدعمون، يشجعون، لا يبحثون عن الأخطاء. ليس دورهم كما كان الموجه زمان اسمه مفتش يبحث عن الأخطاء فقط ليبرزها ويكتب في سجل الزيارة الأخطاء. كان دورهم هناك التشجيع، شجع كي ترى الموهبة، شجع ترى الجديد. حتى طفلك إذا صرخت فيه وكسرت مجاديفه كره المدرسة وكرهك وكره كل شيء، لكن إذا شجعته يبدع. حتى لو سنتين، لو سنتين يبدع ويتشجع ويحاول يبرز ما لديه. فدعونا نكون قلوبا بيضاء، دعونا نكون قلبا واحدا. ماذا سنخسر يعني إذا شجعنا بعضنا بعضا؟ ماذا سنخسر؟ بالعكس المكسب كبير، والله المكسب كبير لك وللمجتمع ولكل يعني بشتى ما في مجال. لأن نتحدث عن أنك لما تكون أنت طيب، لما تكون أنت عفوي، تبعد عن الانتقاد والجرح والتجريح، كن إنسانا بسيطا فقط تنجح. بالنسبة للشعر، لدينا يعني شاعر معروف عبد الله الفيصل، كتاباته لها رونق خاص ولها طعم خاص. وطبعا أنا ما أخذت ديوانه، لكن
كتاباته لها تميز. أما عندنا في المنطقة فلا شك لدينا هرم كبير وهو الأستاذ حسن أبو علة، وشاعر كبير ومخضرم، ولا أحد يصل إلى ما وصل إليه وحفظه الله. ولدينا في المنطقة أيضا نخبة كبيرة، وعندكم في المنتدى هنا ما شاء الله الجميع لديهم مواهب، والجميع شعراء. زقيل ما شاء الله يعني موهوب، وكلماته يعني شاعر كبير، وشعراء عديدون في المنتدى مشاركون، وعديدون لم يظهروا. والمنطقة غنية، منطقة جيزان منطقة الشعراء، لا شك أنها أنتجت وسوف تنتج، وهي منطقة ناس قلوبهم بيضاء ورقيقون، يحبون الرقة، ودائم الشعر البسيط، الكلمات التي تدخل القلب هي أجمل. أنا أحس أن الكلمات التي تدخل القلب هي الأجمل والأحلى. صعب جدا جدا أن لا أراك ولو دقيقة، والمستحيل كله بقاؤنا نسوف الحقيقة. فالوقت يبقى جامدا في أمسنا الوئيد، والذكريات كالسجون تحوطنا لصيقة. نجمع في ضلال بعض خيوط واهية، مزقها اليأس في أكفنا بغضبة وضيقة. نلبس ثوب راهب قد اكتفى بوحدة، قد بات في صومعة صامتة صفيقة. ننظر من نوافذ موصدة لعل خلفها بعض بريق غاية تهدمنا عتيقة. كيف لنا أن نكتفي من الغرام بعدما طاف بنا على بساطه في رحلة رقيقة؟ كيف لنا أن نرتضي بفرقة تقتلنا كي ندعي النسيان في مغارة سحيقة؟ صعب وصعب بعدها عودتنا لبدئنا، كيف نعود والهوى تحكمنا عهوده الوثيقة؟ شكرا شكرا أستاذ محمد حمزي على هذا السؤال. التقاعد المبكر طبعا التحديثات الجديدة، نحن جيل قديم، نعتبر أنفسنا جيل قديم، تعودنا على تعليم العصا، وطبعا الترغيب والترهيب. والآن المجال أكثره ورقي، أو فجيلنا يحاول أن يكتفي بما وصل إليه 24 سنة أو 25 سنة. وأنا ما دفعني إلى التقاعد طبعا موقف، وسأذكره ولكن لن أذكر المدرسة ولن أذكر من قام. فمثلا سافرت إلى الرياض في يوم واحد، وصلت الرياض المغرب وعدت أنا يعني في حالة متعبة جدا، تعبان، وأخذ بنادول وأخذ بيبسي وأخذ شاهي وأخذ على أساس أني أواصل وأرجع. أرسلت للمدير أني أريد إجازة اضطرارية، ما قد أخذت إجازة اضطرارية، فما رد علي. أرسلت لزميل لي قلت له كلمه، فكلمه قال له لا يبغى يأخذ اضطرارية، كان يجي قبل ما يسافر. طب أنا جاني ظرف وسافرت وما من حقي أخذ الاضطرارية. فوصلت الصباح اليوم الثاني وأنا بحالة مزرية، وقعت وروحت. فإذا بي اليوم اللي بعده يعطيني محضر يومين، فغضبت قلت له نحن لسنا في زمن استعباد، عندي إجازة، ممكن تعطيني إجازتي؟ وكان على التأخير دقيقة أو دقيقتين تخش الفصل، محضر دقيقة. أستاذي المعلم يحس بأنه عبد، فأنا قلت له لسنا مستعبدين، دقيقة دقيقتين ثلاث تجيك محضر ونخرج طلاب وثلاثين في الفصل، والفسحة
600 طالب تراعيهم، فكان إحباط وكره العملية التعليمية خلاص ما تقدر إذا أنت مرتاح. أنا أذكر موقف كنت في طناطم الغاوية، رحم الله الأستاذ أحمد النهاري رحمه الله وغفر له، رحمه الله رحمه الله، ولا زلنا نترحم عليه في كل وقت. كانت زوجتي هنا في قطاع بيش وأنا كنت في طناطم والغاوية، فكنت الحصة السادسة أضع عريفا وأخرج على أساس أني أجي لزوجتي في المطعم، فأحضر ولا زال اللي هناك اللي في المطعم ما قد وصله، أخذها وأروح. الحصة السادسة طبعا تكون فنية أو ما إلى ذلك. فتمر شهور، 3 أشهر 4 أشهر، مرة واحدة قال لي: يا أستاذ عبد الله أمس روحت. قلت له: والله يا أستاذ أحمد أنا كل يوم أروح، كل يوم أروح، مو أمس، كل يوم أروح، لأن زوجتي ما عند أحد يوديها ويجيبها، فلازم أنا أخذها وأروح بها. ضحك وخلاص. رحمه الله، توفى في الحج رحمه الله وغفر له. فالطيبة تظل ونذكرها ونترحم على صاحبها ونذكر طيبتهم. كونوا قلوبا طيبة لن تخسروا شيئا. سؤال جيد أستاذ علي هزازي. أنا تخصص رياضيات، صح درست المعهد لكني أكملت في كلية المعلمين حتى العام 24، من 21 إلى 24 تخصص رياضيات في الكلية، ولكني تركتها قبل حوالي 20 أو 30 ساعة تبقت. طبعا لو تذكر أو يذكر من معنا هنا أنه ما كان في أمل أنه في البكالوريوس نحصل على تعديلات، ولا فكنت لم أهتم بأن أكمل لأنال البكالوريوس والتخصص، فقلنا هي ما في فائدة أصلا، اللي أخذ الشهادات ما تعينوا بها ولا استفاد بتغييرها، فما كان عندي دافع قوي أني أكمل الساعات المتبقية، والظروف ما كانت تساعد. يعني انتقلت بعدها إلى مدرسة بعيدة قليلا فلم أتمكن من إكمالها، ولكن أنا تخصصي رياضيات وأحب الرياضيات، ودرست في المحاصيل رياضيات وعلوم، ودرست في مدارس عديدة رياضيات وعلوم، وأدرس جميع المواد. نحن خريجي المعهد جيل جيد، وجيل يعني متفتح، جيل له ليس لا 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 تحصره لا يحصره التخصص. أذكر عندما كنت مدرس في رملان، مدير مدرسة في رملان، جاءني مدرس تخصص اجتماعيات، فأعطيته في اللغة العربية في صفوف دنيا، فقال: ما أعرف يا رجل أنت جامعي. قال: والله ما أعرف إلا تخصصي، لكن نحن ندرس ما شاء الحظ وما شئنا وما شاءت الظروف، يعني أي مادة ندرسها بكل رحب الساعة. 24 حصة ومدير مدرسة، كنت 24 حصة ومدير مدرسة في بعض السنوات، وكنت مدير و24 حصة، وبعدها جاءوا معلمون وانخفض قليلا حوالي 18 أو 16. كنت أحضر باكرا وأمر على فصول المعلمين اللي لم يحضروا بعد، أعطيهم الدروس كل فصل 5 دقائق 10 دقائق، أعطيهم ابدأ. ما يحضر المدرس، اللي يحضر متأخر مثلا جاله ظرف ما يحضر إلا والطلاب بدأوا يسرعون في الدرس، وأعطيتهم الدرس. كان فيه روح التعاون والحب، وهو اللي يبقى الذي يبقى الآن يتذكروني. أذكر من المواقف أن معلم سجن، والله سجن في سجن صبية في أيام اختبارات، أني قمت بعام أعمال الاختبارات وأنا مدير المدرسة، ولم كنت أكتبه في السجل الغائب، لكني لم أشعر إدارة التعليم بأنه سجن، لم أشعرها حتى عاد بعدها وأخفيت الدفتر
وطلبت دفترا جديدا للدوام، ولا يزال يذكر لي هذا الموقف إلى اليوم. لماذا نقطع عيش الناس؟ الناس ظروف، ولا زال أظن لا زال معلم حتى اليوم. العودة حضر مطلب وطني ومطلب ديني ومطلب شخصي أصلا، يجب أن نكون جميعا، كلنا لدينا أطفال وكلنا لدينا أمهات وآباء، وأنا شخصيا ممن أصبت بمصيبة في هذه الكورونا، في والدتي رحمها الله في 30 رمضان توفت بكورونا، ولم نتمكن حتى من حضور دفنها. فالعودة بحذر مطلب، نسأل الله أن يزيح الغمة ويكشف الغمة وأن يرفعها وأن نعود كما كنا، ولكن بالشكر لله وبالدعاء وبالاستغفار إن شاء الله تزول، وهي إن شاء الله إلى زوال، ومبشرات إن شاء الله إنها إلى زوال، ولكن الدولة حريصة ودفعت وتحاول يعني بكل ما تعني الكلمة أن المواطن يكون مرفه وسليم وآمن وطبيا، فيجب أن نتعاون ونكون كلنا نعود بحذر كما أرادت الدولة وكما هو المفروض أن نكون جميعا قدوة لغيرنا، حتى يكون المجتمع إن شاء الله صحي وإن شاء الله تزول الغمة، نسأل الله جل وعلا. ومن أصيب فهذا من الله سبحانه وتعالى، المرض له خير أجره، ومن صبر له أجره، ونسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. والله كلامك يعني سؤالك أعجبني، لأني تكلمت ومهما تحدث فقليل، فهذا المنتدى صراحة منتدى لا مثيل له، رائع بمعنى الكلمة، منتدى ثقافة، منتدى أدب، منتدى أخوة، منتدى قلوب طيبة، منتدى قلوب طيبة، مثلك وأمثالك كلكم صراحة تاج على الرأس، والأستاذ يحيى الأمير، والأستاذ إبراهيم، أنت يا أستاذ إبراهيم، والأستاذ حسن محاصي، والجميع هنا نخبة قلوب طيبة، فلذلك هذا المنتدى هو نجمة وعلامة بارزة. صراحة أنا لم أشهد منتدى، ولم أشهد طيبة، ولم أشهد تفاني وعمل يتقدم إليك الإنسان بطبعه زي الأستاذ محمد عواجي جزاه الله ألف خير، يتصل ويتواصل ويحاول ينتج لك عمل، والمنتجين هنا في المنتدى والأستاذ يحيى على رأسهم قائم بعمل جبار، مشغول عن أولاده ومشغول عن كل عمله، ومشغول بهذا المنتدى لا تصدقون، مشغول بكل تفاصيله، شاغل نفسه ليل ونهار انه ينجح هذا المنتدى. ليه؟ هذا من طيبته، الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. جزاك الله خير أستاذ يحيى الأمير، جزاك الله أستاذ خيرا أستاذ إبراهيم، جزا الله الجميع، جزا الله أستاذ حسن محاصي الذي أدخلني في هذا المنتدى كل خير، اللي عرفني عليكم وعلى هذه النخبة الطيبة، من نسيناه ومن لم نذكره فيعذرنا، فالكل هنا، الكل هنا شموس، ليست شمسة واحدة، الكل هنا شموس. حفظكم الله ورعاكم وحفظكم لمن أحببتم، نستودعكم الله، والشكر الجزيل، الشكر الجزيل للجميع، شكرا لكم واحدا واحدا، شكرا للأستاذ يحيى الأمير، شكرا لكل من شارك وكل من تعب وكل من حضر، شكرا للجميع، وسامحونا على التقصير، ونسأل الله أنه ما أزعجناكم وطولنا عليكم.